في عناوين الظهيرة: نتائج الدي ان اي تثبت انها للعسكريين الشهداء، والتشيع الى الجمعة وسط حداد وطني. الدكتور اللي هو كان على الفحوصات الدي ان اي شرح كل شيء بالواقع وبالاوراق طبعا، وتاكدوا الاهالي انه هن شهداء الوطن. التوتر العالي يكهرب المنصورية. المطارنة الموارنة بعد اجتماعهم في الديمان. هنا مطالبتهم الدولة بإلغاء الدرجات الاستثنائية أو دفع فروقاتها في القطاع الخاص كما في القطاع العام. الأمم المتحدة: حكومة سوريا مسؤولة عن غاز السارين بهجوم خان شيخون. طاب يومكم وأهلا بكم إلى نشرة الظهيرة من قناة الجديد في بيروت. بعد تبلغ أهالي العسكريين من قائد الجيش صباحا بأن نتائج فحوص الدي ان اي التي أجريت لرفات العسكريين الذين عثر عليهم في جرود عرسال تعود لأبنائهم، يتحضر لبنان الرسمي والشعبي لتنظيم وداع وطني يوم الجمعة المقبل يليق بشهادة أبطال الجيش اللبناني الذين كانوا مختطفين لدى تنظيم داعش الإرهابي. وعليه أصدر رئيس الحكومة سعد الحريري مذكرة إدارية تقضي بإقفال جميع الإدارات الرسمية والخاصة والبلديات في يوم التشييع. لكن الجرح الوطني الكبير لن يختم الجمعة، فملف المحاسبة قضائيا سيفتح بحق المتورطين في هذه الجريمة وسط مطالبات سياسية وأهلية أيضا بمحاسبة المقصرين من المسؤولين في معالجة هذا الملف من ألفه إلى يائه. وفد من أهل العسكريين الشهداء يلتقي رئيس الحكومة سعد الحريري في السرايا الحكومي بعد لقائهم قائد الجيش في اليرزي صباحا وتبلغهم بأن فحوص الدي ان اي تعود لأبنائهم الشهداء. ومن السرايا معنا مباشرة الزميلة ليال سعد. ليال، مرحبا بك، هل رشح شيء عن هذا الاجتماع؟ رامز. نعم تفضل ليال، اسمع تفضل. رامز. ليال نعم. اذا لم اسمع سؤالك، ولكن فضل. باي حال الاجتماع لا يزال مستمر بين رئيس الحكومة سعد الحريري وأهالي الشهداء العسكريين المختطفين لدى داعش. الأهالي حضروا اليوم لنقل رسالة أساسية، وقالوا قبيل دخولهم أن هذه ليست زيارة رسمية أو شكلية، بل هناك هدف أساسي من ورائها، وهي نقل رسالة إلى رئيس الحكومة بالتشدد بمعاقبة المجرمين الذين كل من كان وراء هذه الجريمة التي أدت إلى استشهاد العسكريين، وكل من تساهل في التعامل مع هذه القضية طيلة السنوات الثلاثة. إذن لدى وصولهم إلى السرايا الحكومية رامز، لدى وصول الأهالي، أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري يوم الجمعة الواقع فيه 8 أيلول 2017 يوم حداد وطني تنكس فيه الأعلام على كل الإدارات الرسمية وتقفل الإدارات والمؤسسات، وأيضا تعدل البرامج الإذاعية والتلفزيونية بما يتناسب مع الوقائع الأليمة، وأيضا يقف اللبنانيين جميعا مدة 5 دقائق عند 10 صباحا تضامنا مع أهالي الشهداء العسكريين أينما وجدوا. هذا اليوم الأليم بالنسبة لأهالي الشهداء واللبنانيين جميعا رامز، استهل من وزارة الدفاع في اليرز حيث التقى أهالي الشهداء
القائد الجيش العماد جوزيف عون الذي أبلغهم بنتائج فحوص الدي ان اي الرسمية، وقال يعني قطع الشك باليقين، قال للأهالي أن هذه الفحوص فحوص الحمض النووي تعود لأبنائهم، وأن التعامل مع هذا رفات الشهداء كان بطريقة علمية ودقيقة جدا وليس هناك أي تلاعب بهذه النتائج. وأيضا حضر الاجتماع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر والطبيب الشرعي الذي كان يتابع هذا الملف من أوله، وشرح للأهالي كل المعطيات وكل ما جرى خلال فحوص الدي ان اي، وخرجت الفحوص بنتيجة أن 10 جثامين تعود للشهداء العسكريين. وبعد هذا اللقاء اجتمع الأهالي إلى وزير الدفاع يعقوب الصراف لترتيب إجراءات يوم الجمعة، وبالتالي يوم الجمعة سيستهل من وزارة الدفاع أيضا، حيث سيكون هناك التشييع الرسمي على أن يمر الشهداء هنا في ساحة رياض الصلح، الخيمة خيمة الأهالي التي انتظروا فيها هذا الخبر الأليم مدة 3 سنوات، على أن ينقلوا إلى مثواهم الأخير كل في بلدته. أشير هنا أيضا رامز إلى أن وفد الأهالي الذي يلتقي في هذه الأثناء الرئيس الحريري لم يحضره أهالي الشهيد علي الحاج حسين من شمسطار، والذين قرروا أنهم يعني لن يشاركوا بهذا التشيع الرسمي، ولم يحضروا أيضا إلى الاجتماع صباحا في وزارة الدفاع. أيضا رامز أشير إلى أن النتائج أصبحت اليوم أخيرة، الشهداء 8 الذي كانوا لدى داعش أيضا يضاف إليهم الشهيد عباس مدلج والشهيد يحيى خضر. وأيضا إشارة رمز إلى أنه في كلمة مع الأهالي، بعضهم أشار إلى أنه لا يريد وزير الداخلية نهاد المشاركة في التشيع الرسمي نظرا لمواقف قد أطلقها عام 2014. على أي حال ننتظر حتى الساعة انتهاء هذا الاجتماع مع رئيس الحكومة سعد الحريري، ومن بعدها سيعود الأهالي إلى الخيمة في رياض الصلح التي لن يعني سيتم إزالتها بحسب ما قال الأهالي بعد التشييع الرسمي ليس قبله. هذه هي المعطيات عن هذا اليوم الأليم، أي جديد نكون معكم به رامز؟ بطبيعة الحال ليال أيضا سنستمع إلى مقابلة كنت قد أجريتها في ساحة رياض الصلح في وقت سابق مع أحد أهالي العسكريين. شرح الحكيم اللي كان موجود الدكتور اللي هو كان على الفحوصات دي أنا شرح كل شيء بالواقع وبالوراق طبعا، وتأكدوا الأهالي انه هن شهداء الوطن، وكمان أثنوا على الموضوع انه رح يكملوا موضوع التحقيق، كان القاضي كمان موجود ورح يكملوا ان شاء الله ورح نعرف مين ارتكب هيك جريمة بحق هذا الوطن. هناك كلام انه حضرتكم فضلتوا تطلقوا الخبر من قائد الجيش مش من اللواء عباس ابراهيم، لانه عندكم عتب عليه انه ضل سنتين معه خبر وما قالكم الخبر اليقين، قد ايه صحة هذا؟ لا نحن يمكن ساعة اللواء ما كان عنده الجزم حول هذا الموضوع، بس وصل للجسامين او الرفات كان في عنده جزم حول هذا الموضوع. ساعة اللواء انا بتشكره من كل قلبي، لانه اصلا لما استلم اللواء عباس ابراهيم الملف كانت مقطوعة العلاقة كليا مع التنظيم الارهابي اللي هو داعش، ما كان في تواصل، لذلك ما كان عنده شيء اللواء يقدر يصلح. حاول بشتى الطرق، عنده يمكن صور فوتوغرافيه حكي عنها، صور ممكن تنعملها فوتوشوب، فما كانت الموضوع انه موضوع صوره، موضوع نحن كان بدنا جسامين هالشهداء لنتاكد وصل جسامين ورفاته لهالشهداء. وربطا بما كانت تتحدث عنه الزميلة ليال سعد من السرايا عن امتناع عائلة الشهيد علي يوسف الحاج حسن، معنا والد الشهيد يوسف الحاج حسن مباشرة عبر الهاتف لاستيضاح عدم مشاركة عائلة الشهيد الحاج حسن في اجتماع مع رئيس الحكومة. أهلا بك سيد يوسف، وأيضا نجدد تعزينا بوالدك الشهيد. لكن دعنا فقط نستوضح، لماذا أحجمتم كعائلة عن المشاركة في هذا الاجتماع؟ والله لايك هذا اللي بيقتل القتيل وبيمشي بالجنازة، بيقتل القتيل وبيمشي بالجنازة. نحن مش من هالجماعة هيدي، نحن ابننا شهيد، شهيد الجيش اللبناني، عنده قيادة جيش، عنده رئيس جمهورية، وهوديك ما لنا شغل نحن معهم لا من قريب ولا من بعيد. يعني شيء نحن بنشكره الشيخ سعد فعلا ابن أصل، أنا بشكره ابن أصل
شيخ. شو اللوم تحديدا سيد يوسف؟ يعني هل تلومون رئيس تحكم؟ لا اقول لك لهم بالتحديد انا. لا انا بشكر والله من كل قلبي لانه فعلا مخلص للسعوديه، اخذ السعودي وفل وبشر لنا اولادنا بالجرد. يشكر ونحن ممنونينه. وبهني قائد الجيش رح يعمل له تمثيل باول شمسطار، تمثيل الخيانه وقله الكرامه وقله الشرف. هاو بدي اعملهم انا باول شمسطار، بدي اعمل له التمثيل. وجان قهوجي، جان قهوجي مش جوزيف عاون، جوزيف عاون على راسنا وبخينا وهذا بطلنا وهو اللي حرر اولادنا. بحيي فخامه رئيس جمهوريه بي لبنان، هذا بي لبنان هذا، وبشكره من كل قلبي. وبحيي سمح الامين العام السيد حسن نصر الله، الله يطول بعمره. على كل حال ما نحن ما فينا نحكي شيء بالنسبه للسيد حسن، الحمد لله حمل لبنان كله ما حدا عيجبه. وشو بدي يعني لايك، شو بدي اقول لك يعني؟ بدك تقول لي ليش ما في مجلس الوزراء؟ شو بدي اروح اقول له؟ اللي تركني ثلاث سنين على الجرود، محمد خير عم يقضي بوزيت هو وبطاقيه. جان قهوجي قفاش، مجلس الوزراء عم يودي سياراته على عرسال عم يجيب بطاقيه ويجتمع وياهم بمجلس الوزراء. طيب شو بدي اقول له؟ ما هو انا عيشهم ثلاث سنين انا بعرسال، كنت انتبه. سيد يوسف تعال عرسال. سيد يوسف بعرف بس عفوا على المقاطعة، بس بعرف انه هذا الكلام نابع عن حرقة قلب، ولكن جميع لا 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 يعني جميع لا 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 الأطراف أنا عامل عرس لابني، انتبه تفضل انتبه عامل عرس لابني وتعال. إذا ما كناش عم نوزع بعليوي حقك علي. لا لا مش حرقة قلب أبدا، هي حقيقة أنا عم بحكي. إذا أنت بتكونش لايك بتكونش الحقيقة اصطف له. لا لا انا ما إلي عليها، بس انا اللي عندي بدي احكي. سيد يوسف، سيد يوسف بس سؤالي انا بدي اقول لك اياه، انه كانت كل الاطراف اللي عم تشكرها موجوده بالحكومه مع يا سواء يعني الممثل بتيار المستقبل او اليوم لا رئيس سعد الحريري. لعنة الله على كل واحد شيرك. رح اختم لك اياها انا. لعنة الله، لعنة الله على كل واحد شيرك بياكل على المظلومين. مين ما كان يكون. بس انا قلت لك انا عم هني لسعد الحريري انا. لما اللي اخذوا واجتمعوا ويا بجوني منيح ووعدوا برئاسة الجمهورية، بدوا رئاسة بعد ما أصنع رئيس جمهورية مثل هذا. بس لايك رئيس تمام سليم ليلة قادر اجت علي وطلع رئيس وزراء، هذا بيحلم يكون رئيس وزراء. لا والله والله راعي معزي بالضيعة ما بحطه، لا والله والله راعي معزي أو راعي غنم، لأنه بضيع الغنمات، بضيع الغنمات. إذا حطيته راعي بضيع الغنمات، حرام. عايب عليهم، عايب ينذكروا بالتاريخ، هاو هاو بالتاريخ عايب ينذكروا. او دي مزالة التاريخ هاو عسكرية بلا شو لايك. سيد سيد الضابط اللي كان ابني عنده، بس يجيبني جيبني الدولة، انا مش بدي حدد مين، جيبني الدولة وين هو؟ وهل ابن النادل وين هو؟ هذا خرجي على الاولى نجوم، هذا خرجي بالطوش بيكي للحمير هذا. طيب سيد يوسف، هذا ابن بيتي وابن عالم وابن ناس، هذا هذا عنده كرامة، عنده كرامة الوطن هذا. لكن الوطن غالي، أنا أولادي كلهم عم يقاتلوا بشرية كرمال الوطن. لك أنا هلأ أضحي أولادي كرمال الوطن، هلأ يجي يندفعوا قدامي كرمال الوطن. مين بده الوطن؟ بدهم المصاري، شوف المصاري. لا هيك في عنا بعد كم دولهم هارد هون، إذا بدهم إياهم نبيع لهم إياهم نعطيهم إياهم. بحبوا المصاري هودي. شكرا لك. شكرا لك سيد يوسف الحاج حسن، والد الشهيد علي الحاج حسن، ونجدد يعني تعازينا. وكل هذا الكلام يعني الذي ورد على لسان والد الشهيد يعني جدد انه هو ليس لم يصدر عن حرقة قلب، وهم سيزفون ولدهم الشهيد في شمسطار. إذا نتابع قراءة هذه النشرة. قضائيا طلب المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر تكليف استخبارات الجيش إجراء التحقيق والتعاقبات بشأن إقدام تنظيمات إرهابية على خطف وأسر وقتل عناصر من الجيش اللبناني، على أن يشمل التحقيق كل من أقدم وشارك وتدخل وحرض على هذه الأفعال الجرمية، وكذلك التحقيق بالأفعال الجرمية المتفرعة والمرافقة لجرائم الخطف والأسر والقتل. رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد في لقاء الأربعاء أن المجلس النيابي سيبادر فورا لمناقشة الموازنة العامة بعد إنجاز لجنة المال تقريرها،
وشدد على وجوب تنفيذ القوانين وعدم الإمعان في تجاهلها. ولمزيد من التفاصيل بشأن أجواء ومواقف لقاء الأربعاء معنا مباشرة من عين التين الزميلة فتون رعد. فتون، مرحبا بك، تفاصيل إضافية حول مواقف رئيس المجلس لديك. نعم رامز، في هذه الأثناء تجتمع هيئة مكتب مجلس النواب لتضع آخر اللمسات إذا صح التعبير على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة، ومع إمكانية تحديد موعد لهذه الجلسة. ولكن قبل هذا الاجتماع كان هناك لقاء الأربعاء النيابي، ونقل النواب مواقف عن رئيس مجلس النواب نبيه بري. أبرز هذه المواقف أنه ترحم على الانتخابات الفرعية، وقال إن ما حصل في هذا الملف هو تجاوز وانتهاك للقوانين، وقال أيضا إنه يجب مراعاة وأيضا تطبيق القوانين وتفعيل الأجهزة الرقابية. وأيضا قال الرئيس نبيه بري إن المجلس في موضوع الموازنة سيبادر إلى مناقشتها بعد إنجاز لجنة المال تقريرها، وأكد أن ليس هناك أي مشكلة أو خلاف في هذا الصدد، والأمر يعود إلى هيئة أو إلى الهيئة العامة. وأيضا تنتظر الهيئة العامة وينتظر تنتظر هيئة المكتب تقرير أو قرار المجلس الدستوري فيما يخص الطعن الذي قدم في ملف الضرائب على الموازنة. سنستمع إلى أبرز ما قاله النائب أيوب حميد بعد لقاء الأربعاء نقلا عن الرئيس نبيه بري. الحديث متعلق بالشروع بالسعي لتحديد جلسة تشريعية من جهة لمناقشة الموازنة العامة، وبنفس الوقت انتظار ما سيقرره المجلس الدستوري بالنسبة للطعن بقانون الضرائب. كان نوع من يعني موقف يتعلق ب مخالفة الدستور لجهة الانتخابات الفرعية ورفض هذه الممارسة، وبالتأكيد الحرص على مكافحة الفساد بأوجهه المتعددة. مين خالف الدستور تحديدا؟ مش أنا طبعا، وبالتأكيد هناك للأسف الشديد يعني نوع من الإمعان في مخالفة القوانين المرعية الإجراء والتأكيد على حصانة الأجهزة الرقابية وضرورة دعمها لكي تستطيع أن تقوم بواجباتها تجاه المال العام ووقف الهدر ومكافحة الفاسدين والمفسدين. شكرا للزميلة فتون رعد، كانت معنا مباشرة من عين التيني. وفي بعبدة استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي جان فهد في حضور وزير العدل سليم جريساتي، الذي كان قد شدد في حديث صحفي على أن ملف أحداث عرسال بات في عهدة القضاء بعيدا من السياسة. ووعد جريساتي الأهالي المفجوعين بأن يكون القضاء على مستوى هذا التحدي، مؤكدا أن القضاء العسكري يملك أدلة ثابتة وقاطعة أن نجل أبو طقي موجود أمام القضاء الذي يملك هامشا واسعا جدا من التحري والتحقيق للوصول إلى الحقيقة. الوزير السابق فيصل كرامي يشدد من دارة الشهيد مغيط في القلمون على محاسبة ومحاكمة من تواطأ وتآمر ونفذ الجرائم المروعة بحق لبنان واللبنانيين. قدم الوزير السابق فيصل كرامي التعازي بشهيد الجيش اللبناني إبراهيم مغيط في دارته في القلمون، حيث أكد أن معركة الجرود أدت نتائجها وأن لبنان تخلص من آفة الإرهاب، داعيا إلى محاسبة المسؤولين عن التقصير في ملف العسكريين. من جهته رحب نظام مغيط شقيق الشهيد بزيارة كرامي، لافتا إلى أن القلمون تنتظر شهيدها لكي تزفه عريسا، مجددا المطالبة بالمحاسبة. المطلب واحد، دم الشهداء ما يروح هدر. هدول شهداء سقطوا دفاعا عن كل لبناني، عن كل مواطن لبناني. هدول ضحوا بأنفسهم وكانوا كبش فداء لحتى كل لبناني يعيش بحرية وبكرامة. دم هالشهداء ما لازم يروح هدر. المحاسبة اليوم مطلوبة ولتوصل لأقصاها لتحديد المسؤوليات واتخاذ أقصى درجات العقوبات بحق اللي كانوا مقصرين، بحق هول العسكرية وقتها كانوا قادرين يجيبوهم أحياء
ويحددوا مسؤولية من اللي حولهم من عسكرية من عسكريين أول شيء لعسكريين أسرى ومن ثم من عسكريين أسرى لعسكريين شهداء. نحن نؤيد فخامة رئيس الجمهورية، وطبعا هيدا كان مطلبكم من الأساس واللي هو موضوع المحاسبة. طبعا نحن مع المحاسبة ومع المحاكمة العادلة لكل من تواطأ وكل من تآمر وكل من نفذ هذه الجرائم المروعة بحق لبنان واللبنانيين، ولكن هذا ملف واحد لا يتجزأ، من أحداث الجرود وخطف العسكريين إلى مخيم عين الحلوة إلى عبرة وخصوص. ونعود مشاهدينا إلى السرايا الحكومي، حيث انتهى اجتماع رئيس الحكومة سعد الحريري بلجنة أهالي العسكريين الشهداء، وسيتحدث الآن حسين يوسف. يعني أنا اللي بدي أقوله اليوم، في بالقلب حزن كتير كبير وخميق، في دمع بالعين عم نحصرها وصرنا 3 سنين، لكن بالعقل في فخر وفي عزة وفي كرامة. نحن اليوم تأكدنا من كل النتائج اللي أشارت وأكدت الفحوصات اللي بتأكد العسكريين كنا نقولهم مخطوفين، هن اليوم العسكريين الشهداء. من هون من هذا المنبر أنا بنعيهم باسم كل أهالي العسكريين، وما رح نسمح لحدا يلعب بقضية أكثر من لعب فيها. نعرف قديش بده يصير فيها لعب، قديش فيها مساومات أكثر ما تساوم فيهم هن وأحياء. للأسف وصلنا اليوم لهم. نحن ما يعزينا كأهالي عسكريين بأنه أبنائنا رفعوا رأسنا ووطولنا إياه، تحملوا كل المآسي والوجع والألام والضغط والإرهاب عليهم، واختاروا آخر شيء أنه يموتوا بكرامتهم وبشرفهم وببدلتهم. أكيد ملفهم نحن ما تخلينا عنه. خيمة رياض الصلح للمطالبة بإعادة العسكريين أحياء خلص دورة، لكن خيم أهالي العسكريين ببيوتهم وبكل الصحات اللبنانية رح تكون موجودة. رح نضل متابعين ملفهم لآخر لحظة. كل من تواطأ على ملف العسكريين، كل من كان له علاقة بقتل العسكريين واللي قتلوا العسكريين، إن شاء الله إنه رح نطالهم. وأول مطلب لإلنا نحن كأهل عسكريين هن عمر وبلال مقاتل اللي لهم علاقة مباشرة باستشهاد العسكريين. هذا المطلب طرحناه نحن بداية من وزير العدل اللي كتير تفاعل معه، وأعلن من عند رئيس الجمهورية واللي كتير كمان تفاعل معنا فيه، اليوم عند قائد الجيش وعند وزير الدفاع، وهلأ عند دولة الرئيس سعد الحريري. دولة الرئيس مجروح مثلنا، صار له 12 سنة عم يطالب بحق قضية بيو، وقضية العسكريين اليوم صارت كمان أمانة تانية برقبته. نحن بنعرف هذا الحمل كبير عليه ورح يحمله، ووعد بأنه رح يحمله، ورح نتابع هذا الموضوع نحن وياه لآخر لحظة. أبدا ما رح نقبل هذا الشهيد إلا ما يتكرم بقتل من قتله، لن نتنازل عن هذا الحق. نحن بنعرف اليوم ببلد في قوانين، ويمكن ما يكون في عنا قانون إعدام، لكن القوانين الشرعية والإنسانية بتطبق على إنسان إنسان. الإنسان المجرم والدموي واللي بيقطع روسه بيدبح، هذا بيسمحوا لي فيها منظمات العفو والهيئات الإنسانية اللي بيحكوا بحقوق الإنسان، بيحكي بحقوق الإنسان بس يكون إنسان. هودي مش بشر، هودي حتى مش حيوانات، هودي مخلوقات خلقوا من شيء ما بعرف شو هو. الإنسان اللي بيتعاطى مع الإنسان بالدم هذا منه بشري وما بتتبع عليه حقوق الإنسان، فيسمحوا لنا فيها. نحن بصدد إن شاء الله استصدار قانون إعدام بحق كل مجرم حط ايده على عسكري مش ذبحه، لمسه او اسأله حتى بكلبي. وما يفكروا ابدا انه نحن ضعف، ولا يفكروا انه بلدنا ضعيف، ولا يفكروا انه اللبناني ضعيف. شفنا قديش صار في تفاعل مع الجيش وقضيه الجيش بمعركته الاخيره، واللي بكرمنا وبيعزينا نحن انه نحن كاهالي عسكريين قدرنا نجمع وجع كل لبناني ببيته، قدرنا نطلع الحقيقة الموجودة بقلب كل إنسان لبناني على قد ما تفاعلوا وتعاطفوا ولفوا حوالين الجيش بمعركته الأخيرة. يعني كثير بينحكى حكي هالموضوع، بس أنا اللي بدي أقوله اليوم نحن بنعتز وبنفتخر بشهدائنا اللي شرفونا ورفعوا راسنا ما وطولنا إياه. الحمد لله كنا نخاف كثير بمطارح، نحن بشر آخر شيء، ممكن الإنسان يضعف بمطرح معينة، كنا نخاف إنهم ينشقوا
وكثير طلع حكي عن العسكريين، كثير قالوا لنا يمكن انشقوا وصاروا بالرقه وعم يقاتلوا معهم. ما كنا نتمنى تكون هيدي حقيقه، كنا على طول نواجه نفسنا نقول لا ان شاء الله لا، بس الحمد لله طلع ايه لا، وطلع اولادنا مثل ما ربيناهم بكرامتهم بشرفهم بضميرهم بشرف البدله اللي لبسوها. انا شو بدي اقول، بحييهم؟ لا، هن بدو يحيونا وهن رحمتنا وهن اللي الله بدو يكرمنا فيهم. يعني بيقف الكلام قدام 10 جسامين بدو ينكرموا نهار الجمعة الساعة 9 بوزارة الدفاع، وبيقف الكلام قدام هودي الشباب اللي عندهم أطفال إن شاء الله بإذن الله رح يكونوا بنفس أخلاقهم، وهذا عهد قدام الله وقدامنا قدامكم كلكم، أبنائهم رح يكونوا مثلهم ورح نربيهم مثلهم على محبة هاي البلد، محبة هاي المؤسسة، ومحبة اللبناني القلب نظيف اللي ما بيحقد على أي إنسان من مكان يكون. بتمنى ملف العسكريين يوحد كل الشعب اللبناني بقلبه بعواطفه وعلى الأرض، ويلف على بعضه مثل ملفه على الجيش اللبناني بالمرحلة الأخيرة. ثانيا سؤال، اليوم كنتوا انتم معترضين على فكره انه يكون وزير التكفير لهذا المشروع بيئه التقديم، وبلغت هذا الامر لقياده الجيش وللرئيس الحالي. خليني أقول لك شغلي، إنه معالي الوزير بال 2015 كان طلع كان عم ينظف السجون. نحن ما كنا ضد تنظيف السجون، لكن توقيت هيدي المرحلة كان كتير قاسي بالنسبة لإلنا بمطرح معين يأثر. ما بدي أقول هو شارك بقتل، لكن بهيديك المرحلة بال 2015 العسكريين استشهدوا للأسف. أعلن يومتها معالي بأنه إيه قتلوهن، هودي بنعتبرهم شهداء وبنلزق صورهم على الحيطان. هذا المشهد اليوم قدام عيوننا شفناه بوزارة الدفاع، كنا رايحين نشوف قائد الجيش، شفنا صور أولادنا معلقين على الحيطان، وردت هيدي قدام عيوننا من 2015 بس حكيها. وطلبنا نحن حرصا ومحبة واحتراما لموقعه كوزير داخلية الأميات ما قادرين يشوفوها هناك، لأنه يمكن يصير أو أي تصرف يسيء لإله ويسيء لحضرة الشهداء، لذلك كان مطلبنا أنه ما يكون موجود بين الشهداء. حضرتك عم تحكي عن بلاد عمر، مئات هول الأكاديميين الدكتور الأكاديميين، بس من هو مسؤول؟ طبعا مش بس أكيد أكيد هذا كمان مطلب أساسي بالنسبة لإلنا نحن. أنا قلت بدنا نكشف الحقيقة كلها سوا من أولها لآخرها، من أول يوم بالمعركة لنهايتها، مرورا بالمفاوضات، مرورا بالمساومات، مرورا بالتجارة اللي صارت بالعسكريين، بالوسطاء، بالناس اللي كتير لعبت فينا وبأبنائنا. ما رحنا أنا كل إنسان. خليني أقول لك، أنا اليوم أنا ما بدي وجه اتهام وشير لشخص، كل إنسان بهذا البلد كان مسؤول عن لعبة ملف العسكريين. كل إنسان ترك العسكريين أقل شيء سنة عايشين بين إيدين إرهابيين، ما بدي أقول شارك بقتلهم، أثر من اتجاههم، لكن كان في طبقة سياسية معينة كل الناس بتعرفها. أنا ما بدي أتهم حدا ولا بدي أسمي حدا، كله كان مسؤول، لكن يمكن كانت تتفاوت المسؤولية بين شخص والتاني. كان في حكومة كان لازم تحمل مسؤولية العسكريين باستثناء، ما في استثناء لحدا، ما في استثناء، الكل شارك. انت بس ترفضي انك تحرري اسير او توقفي بمطرح معين لتحرري اسير بتكوني شاركتي. انت بس ما توافقي بمطرح معين على اعاده اسير او حل ملفه، انت بتكوني شاركتي. من هذا الباب من هذا المنطلق كانوا بيستاهلوا العسكريين يصير في تنازلات قدام ارواحهم، لانه هن كانوا مستعدين يقدموا ارواحهم وقدموا ارواحهم. كان يسوى يتكافئوا بانه اقل شيء يتم التعاطي بملفهم بطريقه، بديش اقول لك سياسيه او دبلوماسيه، اقل شيء هودي ارواح كان لازم يتم التعاطي بملفهم بطريقه انسانيه. على كل حال وصلنا لهون للاسف، وبرجع باكد بقول نحن بنعتز وبنفتخر فيهم. عسكريين لبنانيين ضلوا لاخر لحظه من حياتهم محافظين على شرفهم وكرامتهم ومبادئهم، ورفعوا لنا راسنا اكيد، والحمد لله ما نكسوا لنا اياه. نحن اول شيء بحب وجه له للواء ابراهيم تحيه من هون، تحيه كبيره كثير،
نحن إذا الإنسان ما كنا منحبه أكيد ما بننتبه له. إذا عتبنا على اللواء إبراهيم هو عتب محبة وأخوة. نحن عشنا نحن وياه 3 سنين وتابعنا ملف معه، لكن بأحد التصريحات ذكر كلام أذانا كتير ووجعنا كتير. يمكن كان عنده وضع وظروفه كان بيسوى، بس إنه أقل شيء يحطنا بأجواء لحتى نحن ما كنا عرضنا يمكن حانا للموت على مدى سنتين. خليني أقول لك إذا العسكريين ضلوا عايشين سنة، ما كنا ودينا إميات وأعراض لبين مجرمين سفاحين بيأكلوا بشر وعرضوا حياتهم للموت، وكنا منعناهم يروحوا. بكل الأحوال أنا ما بحمله مسؤولية للواء إبراهيم، يمكن بيعتبع لي شوي، بس بالنهاية أنا بعرف يمكن كان في ظروف محيطة فيه خلته يخبي هالمعلومات. بتمنى، أنا بتمنى من كل قلبي هالصور اللي ذكرها تكون جديدة بين إيدي مش من سنتين. كثير مواطنين عم يسألوا إنه اليوم مصطفى الجالب بعتذر عن كرر اسمه، ولكن اليوم في فيديوهات تسربت بتقول إنه هو ما عودت تلّي إنه ياخد العسكريين، اليوم أنتوا كأهالي لماذا ما أصريتوا على الدولة تروح تاخد حدا مع النصرة وتشجع على خط العسكريين بالصف والصورة؟ ليه ما كان من ضمن المطالب الأساسية يكون إنه نحن بدنا هيدا مشاركة بهذه المرحلة نحن ما منستثني مطلق إنسان، لا مصطفى الحجيري ولا علو الحجيري ولا حتى حسين يوسف نفسه، ما مستثنيين مطلق إنسان لعب بملف العسكري. مصطفى الحجيري ظهر بفيديوهات على التلفزيونات وكان عم يحكي أنا هذا إنسان بدينه وبعتبره مجرم، كل من يواجه الجيش اللبناني كلبناني هو مجرم ويجب أن يحاسب ويعاقب. ما بعطي أنا سك براءة لمصطفى الحجيري. أنا كثير كنت أحكي بمرحلة سابقة عن مصطفى الحجيري وكنت أبعطي حقه. نحن بمرحلة المفاوضات مع جبهة النصرة أعطيته حقه لأنه لعب دور إيجابي في أماكن معينة وكان عم ينقذ عسكريين بعد تهديدات بقتلهم، هذا أعطيني حقه فيهم. لكن فيما ذكر بمواجهة الجيش اللبناني بقلب أرسال والاتهامات اللي وردت، لا هو مدان 100% ولازم يتحاسب. سيد أخي سؤال بس لو سمحت، مثل تعرف في استغلال كل القضية للأسف من قبل كل السياسيين، كيف بتعلي على المسار اللبناني اللي صارت بين حزب الله وداعش وراح على شمال سوريا على حدود سوريا العراقية، كيف بتعلي على هذا الموضوع؟ هذا شيء مؤلم وموجع في ظروف معينة يمكن نحن منعرفها. في إلنا عتب كبير على الحزب نحن، وعتبنا مثل ما قلت قبل شوي عن اللواء كمان بنفس الحاجة بهنا عتب على الحزب، لأنه كان بيسوى هذا الموضوع يتعاطوا معه للمجرم كمجرم. بس نحن بنضلنا نقول انه كان في ظروف معينه، كان في بالمقابل كشف مصير العسكريين، وكان في خيارين. الخيار الاول هو انه نكفي المعركه ونقتل كل داعش وما عادش نعرف شيء على العسكريين، والخيار الثاني انه نوقف بمطرح معين ونقدر نكشف ملف العسكريين. لكن نحن كاهالي، انا شخصيا بحكي عن حالي مش عن كل الاهالي، كنت بتمنى ابني يضل مصيره مجهول 100 سنه وما ينجب بالطريقه هاي. إذن استمعنا إلى كلمة حسين يوسف بعد لقاء رئيس الحكومة سعد الحريري، تناول فيها مجريات استشهاد العسكريين وكشف مصيرهم وأبرز ما طالب به بالمحاسبة والتحقيق مع كل من يظهر التحقيق متورط في تسبب في استشهاد العسكريين. إذن نتابع قراءة هذه النشرة. رأى رئيس الحكومة سعد الحريري أن مأساة الروهينجا المسلمين في ميانمار تستدعي وقفة ضمير من المجتمع الدولي. وفي تغريدة على تويتر لفت الحريري إلى أن مجلس الأمن والأمم المتحدة مطالبان بوقف القتل والتهجير وإنصاف المسلمين. بعد الإعلان ردود قاسية على تغريدة السبهان. مرحبا بكم من جديد. في المنصورية احتجاج وإشكال بالتزامن مع عملية وصل خطوط التوتر العالي في المنطقة وسط انتشار كثيف للعناصر الأمنية. بينما كان عدد من أهالي المنصورية يحتجون على بدء عملية وصل خطوط التوتر العالي، وقع إشكال مع القوى الأمنية. الإشكال وقع بسبب جلوس بعض الأهالي والقاطنين على الكابلات رافضين رفعها من فوق منازلهم، وهو ما يعترضون عليه منذ سنوات.
اليوم نوع الساعة 5، نص درك لبنان عنا بالمنطقة بالمنصورية اجوا ليوقفوا بوجنا، بس نحن مثل ما سمينا الرئيس الجنرال عون، نحن شعب لبنان عظيم، شعب ما بيقبل الفساد، نحن أكثر منهم بهمنا المصلحة العامة، بهمنا تمشي الدولة، بس في ألترناتيف ثاني إنه يمشي التوتر تحت الأرض، ما رح نقبل يمشي فوق الأرض. وشهدت المنطقة وقفة احتجاجية أخرى في محلة عين نجم، حيث رفع عدد من الأهالي لافتات تناشد البطريرك الراعي وتدعو لوقف الجريمة كما وصفوها. تركونا نعيش ببيوتنا، ندرس بمدارسنا بدون أمراض. Laissez-nous vivre en bonne santé. صرنا 12 سنة على الطريق، هيدا المشروع لن يمر مثل ما هو. نحن بدنا الكهرباء ببيوتنا، بس ما بدنا إياها فوق راسنا تكهربنا. عيب هيدا الدولة، هيدا الإصلاح، هيدا التغيير. لا، التغيير ببلش من الناس، نحن رح نغير. نحن بدنا نمشي الأمور مثل ما لازم تمشي، مش قصتنا عم نوقف كلام. هاي الحقيقة. في حل تاني هو تمر الخطوط. كل الموضوع هو 8 كيلومتر، كتير هيني انه يصير الموضوع ب 8 كيلومتر تحت الارض، وعم نشوف قدام عيوننا وقدام عيون الاهالي الفساد والهدر والصفقات بمئات الملايين الدولارات. بقى معلش اذا لمره نحن نظرنا لمطالب الاهالي وبعدنا شوي ولمره عن صحتهم ونزلناها تحت الارض. وكرر الاهالي مطالبتهم بمد الخطوط تحت الارض عوضا عن الاعمده وعلى مقربه من الابنيه السكنيه، محذرين من ان صحتهم وصحه ابنائهم في خطر. في اجتماعهم الشهري في الديمان برئاسة البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، أسف المطارنة الموارنة لما يجري تداوله من اتهامات متبادلة بشأن مسألة العسكريين الشهداء، وأكدوا على ضرورة القيام بالتحقيق اللازم، وتطرقوا إلى مسألة رفع المدارس الخاصة الأقساط المدرسية. يحيي الآباء الجهود والتضحيات التي بذلها الجيش اللبناني لتحرير حدود لبنان الشرقية من قوى التطرف والإرهاب، ويعربون عن افتخارهم بهذا الجيش الذي برهن أنه جيش قوي وقادر ومستعد للقيام بواجبه إذا توافرت إرادة سياسية جامعة كالتي برزت في الآونة الأخيرة. غير أن هذه الفرحة العامرة رافقتها غصة كبيرة في شأن مصير العسكريين المخطوفين لدى داعش منذ سنة 2014، وهم إذ يسألون الله الراحة الدائمة للشهداء والتعزية لذويهم، ويحيون جهد المراجع الأمنية في هذا الملف، يأسفون لما تم تداوله من اتهامات متبادلة. وإن كان لابد من إجراء تحقيق بهذا الشأن، فينبغي تحديد الموضوع والارتيابات وإخضاع جميع الفرقاء المعنيين في حينه، ولا يكتفى بإطلاق اتهامات سياسية أو بالتفتيش عن كبش محرقة تلقى كل المسؤوليات عليه من دون وجه حق، فيما ظروف تلك الأحداث غير منسية. توقف الآباء عند الجدل القائم حول الأقساط المدرسية، وهذا يقلقهم بانعكاسه على العام الدراسي الذي بات على الأبواب، وهم يدعون جميع أفراد الأسر التربوية إلى التعاطي بموضوعية ودقة مع هذا الأمر، ويكررون مطالبتهم الدولة بإلغاء الدرجات الاستثنائية أو دفع فروقاتها في القطاع الخاص كما في القطاع العام، منعاً لتعريض القطاع التربوي لأزمات قد تنعكس سلباً على دوره في تعزيز المستوى الثقافي في لبنان وعلى مستقبل الإنسان اللبناني. أكد رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك أن المناورات التي يجريها كيان العدو الإسرائيلي على الحدود تأتي في إطار التهويل بعد الانتصارات التي حققتها المقاومة على الإرهاب. وقال يزبك خلال رعايته احتفالاً تربوياً في الهرمل: فليجري الإسرائيلي ما يشاء من مناورات، فالمقاومة قد أجرت المناورات الحية من خلال قتالها الجماعات الإرهابية. نتنياهو بيقول إن القضاء على داعش هو أمر سيء على إسرائيل، حيث كانت داعش هي السد الذي يحول
دون تعاظم القوى التي تحيط بإسرائيل. هذا لما انهار السد صاروا عايشين على حالة زلزال. توالت ردود الفعل على تغريدات وزير الدولة لشؤون الخليج السعودي ثامر السبهان، والتي جاء فيها ما يفعله حزب الشيطان من جرائم لا إنسانية في أمتنا سوف تنعكس آثاره على لبنان حتما، ويجب على اللبنانيين الاختيار معه أو ضده، دماء العرب غالية. إذ رد رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب بتغريدة قال فيها: المشكلة ليست في حزب الشيطان كما قال السبهان، بل مشكلة المنطقة كلها هي مملكة الملك الخرفان التي دمرت المنطقة بأموال الناس، فيما استعاض النائب نبيل نقولع على تويتر مستخدما صفحة الفيسبوك الخاصة به ليوجه رده إلى ثامر سبهان والسهيان. كما قال نقولع قبل أن يكمل بلهجة عامية: الهيئة مش فهمان أنه عم يتعاطى بشؤون لبنان، العاصي على الطغيان على مر الزمن. بعد الإعلان حالة الطوارئ لمواجهة إيرما. مرحبا بكم من جديد. أكد محققون في الأمم المتحدة أن الحكومة السورية مسؤولة عن استخدام غاز السارين في هجوم خان شيخون الذي أوقع 87 قتيلا أغلبهم من الأطفال والنساء بمحافظة إدلب في نيسان الماضي. وبحسب التقرير 14 الذي أصدرته لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن وضع حقوق الإنسان في سوريا، فقد جرى توثيق استعمال السلاح الكيميائي في سوريا 33 مرة، بينها 7 هجمات للنظام السوري بين آذار وتموز. وكشف التقرير أيضا عن انتهاكات للتحالف الدولي واستهدافه للمدنيين. وكانت الحكومة السورية قد رفضت تقريرا من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قال إن غاز الأعصاب السارين المحظور جرى استخدامه في هجوم نيسان، واعتبرت التقرير مفتقدا لأي مصداقية. الجيش السوري يواصل تقدمه في دير الزور، وردود فعل دولية مرحبة بفك الطوق عن المدينة. بعد كسره الطوق عن مدينة دير الزور المحاصرة من قبل تنظيم داعش منذ نحو 3 سنوات، يواصل الجيش السوري مدعوما بحلفائه عملياته العسكرية ضد التنظيم الذي يحاول استعادة السيطرة على مواقع حررها الجيش لتثبيت مواقعه وقطع طريق الإمداد الذي فتحته قوات النظام وإعادة إحكام الحصار عليها. ودمر سلاح الجو في الجيش السوري 10 آليات ومستودع ذخيرة لتنظيم داعش في الريف الجنوبي الغربي، في حين تخوض وحدات من الجيش اشتباكات عنيفة مع إرهابي التنظيم على محور الفوج 137 ومحور كباجب وسط انهيار سريع في صفوف إرهابي التنظيم وفرار العديد منهم تاركين أسلحتهم وذخيرتهم وجثث قتلاهم. وأكدت وزارة الدفاع الروسية تدمير عدد من مستودعات الأسلحة والذخيرة التابعة لداعش خلال ضربات صاروخية نفذتها فرقات روسية على مواقع التنظيم في ريف دير الزور الغربي. وقالت الوزارة في بيان أن الفرقات أدميرال أيسن المتمركزة في البحر الأبيض المتوسط أطلقت صواريخ مجنحة من طراز كاليبر على مواقع محصنة لتنظيم داعش الإرهابي في محيط بلدة الشولة بريف دير الزور، كانت تنتشر فيها مجموعات إرهابية تابعة للتنظيم منحدرين من جنسية روسية وبعض بلدان رابطة الدول المستقلة. وعثر الجيش السوري أثناء تقدم وحداته لفك الحصار عن مدينة دير الزور على شبكة أنفاق استخدمها مسلحو داعش لتحصيناتهم بالإضافة إلى الأسلحة والذخائر. استطعنا من خلال مجموعة الصواريخ دك معاقل داعش كونها تؤمن الغزارة النارية وتؤمن دعم لقوات المشاة، الدعم الناري لقوات المشاة، واستطعنا من خلالها تحقيق إصابات بالغة في صفوف داعش، تنظيم داعش الإرهابي. وتلقى الرئيس السوري بشار الأسد بلقية التهنئة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالنصر الذي حققته القوات السورية بفك الطوق عن مدينة دير الزور. وأعرب بوتين عن أمله بأن تتواصل هذه العملية وأن يتمكن الجيش العربي السوري من أن يتحصن على الخطوط الأمامية التي سيطر عليها ويوسع الممر الآمن ويكسر نهائيا الحصار في محيط مطار دير الزور.
من جهته أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي لاريجاني أن فك الحصار عن مدينة دير الزور يشكل هزيمة كبرى للإرهاب والتطرف، وأمل في رسالة تهنئة إلى أهالي دير الزور أن يتم التحرير الكامل وإرساء الأمن والاستقرار في البلد الصديق والشقيق سوريا. بعد إعصار هارفي، الولايات المتحدة الأمريكية تتحضر لإعصار آخر، والرئيس الأمريكي يعلن حالة طوارئ. تحولت العاصفة إيرما التي تضرب الساحل الشرقي الأمريكي إلى إعصار من الدرجة الخامسة، وبلغت سرعة الرياح 220 كيلومترا في الساعة بحسب المركز الوطني الأمريكي للأعاصير. وتعد إيرما أقوى عاصفة يجري تسجيلها على المحيط الأطلسي حتى الآن، ومن المتوقع أن تضرب جزر ليوارد اليوم الأربعاء، ومن هناك ستواصل مسارها عبر بورتوريكو والجزر العذراء الأمريكية والبهاماس وكوبا. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ في مناطق بورتوريكو وفلوريدا وجزر فيرجينيا. ولا تزال ولاية تكساس تتعافى من إعصار هارفي الذي تسبب في ولاية تكساس وحدها قبل أسبوعين بخسائر وصلت إلى حوالي 150 مليار دولار، وخسائر في الأرواح ارتفعت إلى 60 قتيلا حتى الآن. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد توجه إلى الولاية في زيارة تفقدية وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلت، كما شارك في عملية نقل المساعدات وأعلن من هناك يوما وطنيا للصلاة لضحايا إعصار هارفي. أريد أن أتوجه بالتهنئة إلى الحاكم ولكل الذين عملوا بجهد كبير خلال الأيام الخمسة الماضية، وأريد أن أقول لكم أن غدا سيكون يوما وطنيا للصلاة، ولا أعتقد أننا قمنا بذلك منذ مدة في أمريكا. ويأتي إعصار إيرما بعد سنتين من إعصار ويلما الذي ضرب الولايات المتحدة سنة 2015 وتسبب بمقتل 90 شخصا. كانت في الظهيرة نتائج الدي أن أي تثبت أنها للعسكريين الشهداء، والتشيع إلى الجمعة وسط حداد وطني. الدكتور اللي هو كان على الفحوصات دي أنا شرح كل شيء بالواقع وبالوراق طبعا، وتأكدوا الأهالي أنه هن شهداء الوطن. التوتر العالي يكهرب المنصوريين. المطارنة الموارنة بعد اجتماعهم في الديمان. مطالبتهم الدولة بإلغاء الدرجات الاستثنائية أو دفع فروقاتها في القطاع الخاص كما في القطاع العام. الأمم المتحدة، حكومة سوريا مسؤولة عن غاز السارين بهجوم خان شيخون. النشرة انتهت. مزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا الجديد دوت تي في، على فيسبوك الجديد أونلاين، وعلى تويتر الجديد نيوز. نعود ونلقاكم في النشرة الثامنة. إلى اللقاء.